النهارده في مشهد جديد لدولة الإنسان الغاب طويل الناب، سواء كان راكن عربية نقل، فظابط جيش ما عجبتوش الركب، بلد أبوهم طبعا، فبوظ له دمر له كاوتش العربية أبو 8000 جنيه، فالراجل قاعد يصرخ كده وحبيت أبقى أسمعكم صريخه. بص يا سيادة الرئيس السيسي، عشان ما يرضيش ربنا، عشان أنت الرئيس بتاعنا، وأنت اللي دنقت الرجالة بتاعتك علينا، لو أنت شايف إن ده يرضي ربنا فرد الكاوتش 8000 جنيه واقف اجيب اكل في الكيلو 4.5، يجي ضابط الجيش يخلي اللودر يضربها في نفس الطريقه كده. لو انت شايف ان ده يرضي ربنا وهو ده عدل ربنا وهو ده اللي انت بتقول ان انت بتخاف علينا وعايزنا نبقى كويسين، انت عاوزنا نموت في بعضينا. ده ما يرضيش ربنا. انا مش واقف في نهر الطريق ده، ما واقف اتوبيسات اهو، وانا ركنت جنب منهم اجيب لي اكل، يجي ضابط محترم اسمه مصطفى في القطاع في الفوق على طريق السويس يخلي سواق اللودر يضرب فرد الكاوتش بالطريقه دي. لو انت شايف ان ده يرضي ربنا خلاص، يبقى كده خلاص حقنا في البلد ده. انا عايز حق منك، بطلع عشان اجيب جنيهين لعيالي اغرم لي 8000 جنيه، حسبي الله ونعم الوكيل في الجيش عشان ضابط الجيش يعمل كده فيا. قول لي انا عملت ايه؟ بص بقى، كان سكينه اللودر اهي، سكينه طنزر باينه اهي، وضرب لي فرد الكاوتش. قلت شايف ان دايره ربنا انا راضيه وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وكان سواقين النقل ناقصهم فوق الاتاوات والبلطجيات والسفح والنهب اللي بيحصل من حقيقه من القوات الباسله على كل الطرق، واللي ضجوا بالشكوى منه، واللي نقلت حضرتك شكوتهم عشرات المرات من هذا المنبر المتواضع وكانها ناقصه هذا المشهد. ليه؟ لانه على يقين. شوف، ما عجبوش النظام، مين هيحاسبه في الدنيا؟ ولا حاجه، ولا حاجه، اسياد وعبيد، ولا حاجه. شوف، تلخص مصر، لو في حد عندك بيحب الخلاصة وما بيحبش الرغي كتير بيقولك يا عمو ايه اللي حصل لنا؟ فيش حاجة حصل. أبواب الحرية قفلت في مصر من 60 سنة، فوصلنا لهذه الحال. دي الغلطة الرئيسة في هذه البلاد، وصلنا لهذه الحال. الحرية هي اللي بسبب بقى بيقل بدلها العدل والقانون وكل حاجة. أبواب الحرية اتقفلت من ساعة ما خرج الأحرار من السكنات عشان يبرطعوا في الحياة المدنية، ومصر وصلت لحد كده.